شلون نقرا يا اخي؟ نفس ما القانون ذاك القانون ما ذاك نخليه ذاك. دكتور هيثم تفضل تعقيب. سياده الرئيس هذه الماده راح نقراها، اسمعوها وصوتوا عليها. بس اسمع يا اخي. يا اخي كملنا ماكو شيء. اخوان على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية ومباشرة الأطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والإجراء اليوميين والحشد. هو إذراعي مجلس الوزراء. أخوان أنا أعرف شحتي شيخ هشام. أخوان مجلس الوزراء إحنا خلينا له مبلغ 12 تريليون، خلينا بسماحية جزء، مجلس الوزراء يتحمل معالجة هذا الموضوع. اخوان مجلس الوزراء مين يتحمل؟ احنا مخلين جزء بسيط وفرة يعالج هذا الموضوع. منين؟ على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانين والعاملين في قطاع التربية والأطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والإجراء اليوميين والحشد. تصويت. الأسباب الموجبة هو وضع التخصيص. تصويت إخوان. يعني موافقين. توكل على الأسباب الموجبة. نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن أجل تمويل النفقات العامة الضرورية شرع هذا القانون مقترح اللجنة. الأسباب الموجبة نظرا لتأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة بما يضمن استمرار تمويل رواتب موظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية والمستحقات الفلاحين والمقاولين والنفقات الضرورية الأخرى شرع هذا القانون. تصويت سيد الرئيس. أطلب من المجلس تصويت على الأسباب الموجبة. إخوانها ما أقدر يحسب النصاب. تفضل استريح. تصويت على المجمل. ما أقدر. استريح. شيخ من رخصتك. تصويت على المجمل. لا. تصويت على الأسباب الموجبة. الموافقة حاصلة. إخوان أرجوكم بقت عندكم فقط التصويت على القانون بالمجمل. أنطوا مجال لشركائكم الآخرين. نبقى الجلسة مستمرة. أرجوكم الجلسة مستمرة. الآن صوتوا على كل النصوص. سيد الرئيس بعد هو كمل القانون بعد ماكو داعي تأجيله. بعد سيد الرئيس هي المادة تم التصويت عليها. اخوان رؤساء القوى السياسية شنو رأيكم؟ رأيكم القوى السياسية؟ نعم التصويت على القانون بالمجمل. نعم الموافقة حاصلة. ترفع الجلسة.